السلام عليكم إخواني أخواتي، تحياتي لكم جميعا. المعلومات اليوم على هاد واحد درهم إصدار 2002. هاد واحد درهم إصدار 2002 سكة بطريقة النقود، يعني فخاب موني، وهذا موجود بكثرة. إنما كاين نوع آخر ديال هاد واحد درهم إصدار 2002 اللي نادر وصعب الحصول عليه، والقليل اللي سمع به أو شاهده. فهاد واحد درهم ديال 2002 سكة بطريقة مختلفة، يعني ماشي فخاب موني بل فخاب ميضاي. ردوا بالكم، كاين فرق ما بين فخاب موني وفخاب ميضاي. وراه خليت لكم المقطع في آخر الفيديو ديال الدرهم اللي فخاب موني واللي فخاب ميضاي باش تأكدوا، لأن كاين البعض ما كيصدقش حتى كيشوف الحاجة بعينه. فهاد درهم واحد درهم 2002 فخاب ميضاي موجود، ولكن قليل كما ذكرت، يعني نادر، والنقود فيها الكثير من الفروقات ومن الأخطاء اللي كتير انتباه ديال الهوات وكيعطيوها قيمة. إنما هاد واحد درهم إصدار 2002 لا فخاب موني ولا فخاب ميضاي فقيمته هو اللي فيه. إنما كان ما ذكرت مرة أخرى، الهوات من كيلقاو شي أشياء في النقود اللي مميزة فهذه كتكون عندها قيمة كبيرة. إخواني أخواتي، كنتمنى تستفدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه. هذه الميدالية اللي كتلاحظوا في الشاشة لأول مرة كتعرض في اليوتيوب من خلال قناة عبد المنعم، ومتأكد باللي الكثير لأول مرة غادي يشاهدوا هاد الميدالية. كما كتلاحظوا هذا هو الوجه ديال الميدالية، فيه صورة ديال جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، وفي الجنب ديالو مكتوبة المملكة المغربية ومحمد الخامس. لاحظوا في هذا الوجه ديال هذا الميدالية، يعني صورة طبق الأصل للدرهم، واحد درهم إصدار سنة 1960، يعني فيه نفس الكتابة، يعني محمد الخامس والمملكة المغربية والصورة ديال محمد الخامس، يعني صورة طبق الأصل الدرهم ديال إصدار سنة 1960. الظهر ديال الميدالية هو هذا اللي كتلاحظوا، مكتوب فيه بنك المغرب، وفي الجنب مكتوب التواريخ، التاريخ الميلادي والهجري. التاريخ الميلادي 1959 والهجري 1378، وفي الوسط النجمة الخماسية. وتحت الميدالية مكتوب المؤسسة الوطنية للإصدار كما كتلاحظوا. هاد الميدالية أظن من المعدن ديال الفضة. هاد التاريخ اللي موجود في الميدالية سنة 1959، لاحظوا مزيان الله يخليكم، يعني كيدل على سنة تأسيس بنك المغرب، يعني بنك المغرب تأسس فاتح يوليوز 1959. يعني هاد الميدالية هادي يعني من أهم وأحسن الإصدارات في تاريخ المغرب، يعني ميدالية مميزة وذات قيمة تاريخية كبيرة. إخواني أخواتي، كنتمنى تستفدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.